الكرام وإلى عروس النيل. العروس النيل يمكن نحن ما لا نظلم النيل، بنقول أنت يا نيل يا سليل الفراديس. نتابع عروس النيل الجزيرة مقراد. مقراد أو مقرات الصالحين كما كانت تسمى في السابق، تعد الجزيرة الأكبر من نوعها على مجرى النيل الرئيسي. ظلت الجزيرة تشكل لوحة ساحرة الجمال عند منحنى النيل الشهير قبالة مدينة أبي حمد شمال نهر النيل. يعود تاريخ الجزيرة إلى عصور ما قبل الميلاد. تقدر المساحة الكلية للجزيرة بأكثر من 100 كيلومتر مربع، تتخللها العديد من التلال والصخور الرسوبية التي كانت تسمى بالخرسان النوبي. تحوط بالجزيرة 33 جزيرة صغيرة، معظمها مأهول بالسكان. النسيج الاجتماعي داخل الجزيرة ضم العديد من القبائل السودانية المختلفة، أكثرها انتشارا الرباطاب والعبابدة والمناصير. تعاقبت على إدارة الجزيرة نظم إدارية متعددة ومتباينة استمرت إلى عصرنا الحالي. النشاط الاقتصادي الرئيسي لدى أهالي الجزيرة فلاحة الأرض والاهتمام الزائد بالرعي والبساتين. مثل القمح المحصول الرئيسي للأهالي بجانب الأنواع الجيدة من التمور والبغوليات. عرف إنسان الجزيرة الزراعة التقليدية منذ أمد بعيد، واستخدم معدات بدائية قديمة كالأربل والطورية والحرث بالثيران. لكن بعد أن تبدل الحال دخلت الآلة الثقيلة العمل داخل الحقول. المتجول داخل الجزيرة يلاحظ أن معظم بيوتها تم بناؤها بطريقة متفرقة داخل الحقول، واتخذت البيوت أشكالا هندسية وألوانا تقليدية مميزة تعود إلى الثقافة النوبية القديمة التي كانت تسود هذا المكان. ويشير المؤرخون إلى أن المنطقة عاصرت ثلاث حضارات منذ العهد المسيحي والحضارة المروية وعصر الإسلام، والشاهد على ذلك المناطق الأثرية القديمة بكورتا والخزينة والصيحان. عرف إنسان الجزيرة بفراسته وبديهته الحاضرة حين الرد على السؤال، كما تميزت الجزيرة بإجادة الوصف وخاصة المجموعة التي تسمى بالكلاشنة في ذلك المكان. التنافس الأدبي والشعري كان المتنفس الوحيد لأهالي مقراد، الأمر الذي جعلها تنجب العديد من العباقرة والشعراء. هذا النمط جعل لأهالي الجزيرة إرثا ثقافيا مميزا، وخاصا حبب كل من ينتمي إليها بمختلف مدن السودان. المؤسسات التعليمية بالجزيرة لم ينحصر دورها في التعليم ومنح الشهادات، بل اندمجت وسط المجتمعات الريفية للتفاعل معها في نشر برامج التوعية والتثقيف. حتى الآن لا تزال عمليات التنمية تنتظم الجزيرة من أجل استقرار إنسان مقراد، ويحكي الناس هنا عن اهتمامهم الزائد بجزيرتهم من أجل النهوض بها حتى تكون ذات إنتاج وفير في مختلف الصعد والمجالات.